سر على موقع فيبو. سألني صاحبي عن صاحب بقاله شهور، ما جاش عالقهوة ولا صارنا، وقال لي كان جميل جدا لكن بإرادته خسرنا. قعدنا ننم ساعة عليه ونفتكر اللي فات ونعيد لصاحب لسه عنا بعيد مش وسابنا. بنحسب قد ايه غايب وننسى العشرة في حسابنا، نسب ونفتكر غلطة وننسى الطيبة جوانه. قعدنا ننم ساعة عليه ونتخيل بإنه يجوز رجع عايل، سرح مع بنتي من توبة بتلعب بيه، او انه يجوز دخل له نفوس واصبح بيه، او انه تلم على شلة من اياهم نسينا الندل وياهم وراح وما جاش. قعدنا ننم ساعة عليه بدون تفكير لحد ما بعد نم كتير، سمعنا الصوت صاحبكم كان مريض لشهور ونجدوا الموت.